إذن اليوم نبدأ بتسليط الضوء على واقع أطفال الشوارع، ومثل ما قلت هي قضية خطرة جدا وظاهرة تكمن خطورتها في تداخل أبعادها الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية والأمنية. ما خلانا استوقفنا هو الأعداد، أعداد أطفال الشوارع بالعراق في تزايد للأسف الشديد. راح نقدم لكم صور واقعية حية بدون رتوش كما عودناكم في كل حملة نطلقها. راح نشوف مراسلينا في كل مكان، راح يلتقون بأعداد من أطفال الشوارع اللي ما لهم ذنب فيما هم في هذا البؤس اللي هم فيه. أطفال الشوارع هم نوعين، طفل اللي يطلع من بيته ويروح يقدح وآخر النهار يشوف شو حصل يطيل عائلته، يعني بالليل يرجع هو عنده عائلة، ولكن هذه العائلة تعاني من وضع اجتماعي واقتصادي صعب جدا، فبالتالي تزج بأطفالها في مهن هم أكبر يعني كبيرة على أعمارهم ومؤلمة ومؤسفة ولها تداعيات كثيرة. والقسم الثاني اللي أسباب كثيرة هم يكونوا أنفسهم في الشوارع، يعيشون بالشارع، يعني هذه النماذج موجودة أمام أعينكم، يعيشون بالشوارع، مواهم هو الشارع، فيتعرضون إلى ما يتعرضون إلى من سوء معاملة، من عنف، من ظلم، من كسر نفسي ومعنوي واغتصاب وإلى كل الأشياء البشعة. فاليوم راح تبدي رحلتنا من الطفل نجاح، لكن قبل ما نذهب علينا أن نسأل أنفسنا أسئلة كثيرة. أليس من حق الطفولة علينا أن نرعاها وأن نسونها؟ الله وصانا سبحانه وتعالى بأولادنا أكبادنا التي تمشي على الأرض. هؤلاء الأطفال ضائعون على أرصفة الشوارع اللي ما ترحمهم، يبحثون عن لقمة عيش كريمة تسد رمق عائلة، هذه العائلة تنتظر رزق حلال من هؤلاء الأطفال. الزمن يحمل أطفال هؤلاء الأطفال فوق احتمالهم، فوق طاقتهم، وما عندهم غير بس الله ودعاء الخيرين حتى يجتازوا أزمتهم ومحنتهم بسلام. نبدأ رحلتنا ومشوارنا من الطفل نجاح. وزن هذه العربة الثقيلة وحجم وعمره الصغير ما كان رادع يمنع صديقنا نجاح من أن يبحث من خلالها على رزق لإعالة عائلته. أسواق النجف يشق طريقه بصعوبة، وسط أحلام الطفولة الضائعة يبحث عن أمل لإنقاذه من واقع مرير.